يعني كل الدراسات بتقول انه الدراسات النفسية كلها بتقول انه الست بتبقى اكثر عدائية بعد الطلاق. يعني ما بنقولش انها بتتحول ست متوحشة، بس في اسباب اكثر عدائية، يعني ايقاع الحياة بيختلف طبعا، والسلام النفسي بيختلف وبيضطرب، وبتبقى في اعباء اكبر بكتير مما كانت الاول، لانه الست بتكون مرأة معيلة، لانه هو غالبا ما بيرفع ايديه عن النفقة أو عن المستحقات المالية، فبتبتدي هي لو بتشتغل ست ساعات هيبقوا عشرة، وبتبتدي الأعباء تزيد عليها المادية. الست كمان أعتقد إنها محتاجة تبص لنفسها كويس في مرحلة الطلاق، لأن هي نفسها بتبقى محتاجة دعم نفسي، يعني علشان تقدر تكمل المشوار وتكمل مع عيالها مظبوط. ده مهم جدا يا جماعة، إن احنا ننتبه لنفسنا بعد طلاق، أو في مرحلة طلاق، أو لما بيقع فكرة الطلاق، إن أنت لازم تفهمي إن أنت مش زي ما كنتي، أنت عندك أعباء كبيرة، وما تعمليش فيها عنتر أرجوكي. يعني ما تقوليش لا أنا قدها وقدود، أنا هستحمل، أنا هعمل. أنت قدها وقدود بس محتاجة حد يسندك نفسيا كمان عشان تقدري تكملي المشوار ده. لازم طبعا، ولازم تبقى علاقتها بطليق يعني أبو ولادها كويسة جدا، ولازم تحترم خصوصيات ولادها او مشاعر ولادها، انها ما تقعدش تشتم في ابوهم، بالعكس تمدح. ودخل صح عادي، اتنين بيتخانقوا زي ما انت واخوك بتتخانقوا، مش عارف انت واخوك بتتخانقوا على حاجه هبله مثلا، هي احنا بس اتخانقنا حاجه كبيره شويه، ما تكبروا احنا فاهمكم، بس خلاص احنا علاقتنا حلوه جدا، علاقتنا جميله جدا، وده مهم قوي. انا عارفه ان الست ساعات بتبقى مجروحه، او الراجل بيبقى مجروح، وات ايفر الناحيتين، عشان بس ما بقاش بنتكلم على الراجل، لان ساعات الراجل بيكون هو المظلوم ساعات، خلاص. فبقول في الناحيتين، حتى لو انت مظلوم او هي مظلومه، لازم تبقى عارف تعالى على نفسك جدا، او تعالي على نفسك جدا، عشان في اولاد في النص مشاعرهم حساسه جدا، انتوا مش متخيلين المشاعر الرقيقه جدا اللي موجوده في الولاد. المشاعر الرقيقه دي بتتخدش من اقل حاجه، من كلمه ممكن تقوليها على ابوهم، او كلمه تقولها على مامتك، او تقوم الاثنين. وخلي بالك التربيه الغلط بتيجي على دماغ التاني، يعني انا لو انا قومت على ابوهم، انا هيمسكوني يهزقوني من مكبر، لان خلاص طبعًا كسرت هيبه الاب. ونفس الحكايه اكمل دي واخد، ونفس الحكايه في الام، لو انا كسرت هيبه الام هو هيجي يهزقني لما يكبر، لان خلاص اتعود ان مفيش الفريم ده بتاع الاب والام، ده لازم فيه هيبه معينه ما تتكسرش مع الولاد. مش بتكلم هيبه دي يعني معناها القسوه ولا الشده ولا لا، حته كده لازم نحافظين عليها طبعًا، عشان علاقه الاحترام طبعًا تبقى متبادله. انا هقول حاجه اخيره، انا عارفه انك عندك حاجه عايز تقوليها، بس عايزه اقول حاجه، انه دايما الطرف اللي بيبقى ماشي من العلاقه بتاعه الجواز لازم يعرف ان هو عليه العبء الاكبر انه يحتوي الطرف الاخر اللي الجواز الطلاق ده اتفرض عليه. يعني انا قررت اطلق حتى لو جوزي فيه العبر، بس انا اللي خدت القرار. لازم تعرفي، او لو العكس صحيح، يعني لازم تعرف ان انت اللي واخد القرار حتى لو عندك مبرراتك الواقعيه، لكن الطرف الثاني اللي اتفرض عليه القرار ده لازم هيمر بفتره غضب وفتره انتقام ومراحل كتير نفسيه لازم تحتويه وتستوعبه، لان انت اللي فرضت عليه القرار ده، ومفيش اتنين بيتفقوا على الطلاق كده الامور بتمشي جميله وحلوه. العقل مهم جدا في المبادره.